أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وكل عام وأنتم طيبون بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك. اليوم 7 أبريل لعام 2020، وحلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي. وعنوان الحلقة النهاردة هيبقى اللي هو الخداع الصيني للعالم وموقف العالم من هذا الخداع. وفي هذه الحلقة سوف نتناول بإذن الله يعني 3 نقاط، احنا بنحب نبقى منظمين. هنتكلم الأول على الخداع الصيني للعالم ولمنظمة الصحة العالمية وللصينيين أنفسهم، وبعدين موقف العالم من هذا الخداع، وبعدين النقطة الثالثة هنتكلم على مستقبل ووضع دول العالم الثالث. في الأول بحب نبتدي بخبر جيد الحقيقة. أنا عارف الناس كلها بتبقى منتظرة خبر بيخص المصل، لأن هو ده المخرج من الوضع المتأزم اللي احنا فيه. فأنا أحب أقول لكم الآتي: احنا كنا مسبقا أن المصل هيحتاج من سنة لسنة ونص عشان يطلع، وده على فكرة ده مدة قصيرة عشان الناس مش متصورة هذا الكلام، أن في تاريخ البشرية أسرع مصل لفيروس كان هو لفيروس التهاب الغدة النكافية، أو اللي يسموه أبو اللكيم أو يسموه المامبس. ده خد 4 سنين عشان خاطر يطلع هذا المصل. طبعا بسبب التسابق الرهيب ما بين البشر في إنتاج المصل بتاع الكوفيد 19، فالنهاردة الخبر الجيد أنه حتى يوم 20 أبريل في 71 يعني مصل تحت الاختبار. طب الخبر الأكثر جودة إنه فيهم 5 أمصال وصلوا للمرحلة الإكلينيكية. طب الخبر الرائع إن النهاردة في إكسفورد وبدأوا الخميس الماضي تجربة مصل على البشر، وكان أول حد خده هو دكتورة بتاعت بكتيريا اسمها إليسا جريناتو، وعلى فكرة طلعوا إشاعة إن هي توفاها الله، ولكن هي نفت هذه الإشاعة وهي بصحة جيدة جدا. فده مصل بدأناه فعلا في تجربة على البشر في الخميس الماضي. ده خبر رائع، وأتمنى أنه في غضون شهور يبقى أفيلابل العالم كله نخلص من هذا الوباء العين. ده الخبر الجيد. نبتدي، احنا عندنا 3 أجزاء في هذه الحلقة. بنبتدي الأول بالخداع الصيني. قبل ما أتكلم عن الخداع الصيني أحب أكلمكم عن حاجتين: الصين كدولة ومدينة ووهان اللي هو بدأ فيها هذا الوباء. نبتدي بالصين، أحب تعرفوا عنها 3 حاجات: الاستراتيجية والنظام والعقيدة. الاستراتيجية مين اللي حطها؟ اللي حطها قائد الصين الأسطوري واسمه سان زو، وده معناه على فكرة سيد الشمس. الراجل ده يعني عاش في قبل الميلاد من عام 544 لعام 496، وكان قائدا وكاتبا وفيلسوفا. ده حط الاستراتيجية الصينية اللي هي استراتيجية كارثية. عارف ايه الاستراتيجية دي؟ الديسبشن، الخداع. يعني قال اهم حاجة في الدنيا ان احنا نخدع الاخرين، نعمل خداع. دي الاستراتيجية الاساسية للصين، ودي اللي ادت الى خداع العالم كله. ثم ننتقل للنظام. كلنا يعلم ان النظام في الصين نظام شمولي شيوعي، ومعناه ايه؟ كارثة تانية: الدولة قبل الفرد. مع ان كل حاجة ربنا سخرها لصالح الانسان سبحان الله، لا هم عندهم الدولة قبل الفرد. فده ادى الى تدني في حقوق الانسان، واهمها حق التعبير عن نفس. 2، دولة بتراقب انفاس البشر، حتى انه يقال ان في الصين في 100 الملايين من الكاميرات بتراقب كل الناس. وعشان تعرف، في عام 2009 بلغ عدد الناس اللي اعدموهم في الصين اكتر من عدد الناس اللي اعدمت في كل دول العالم. مش كده وبس، ده هم كانوا بياخدوا الاعضاء بتاعه الناس دي ويزرعوها، يعني الشخص اللي عدموه بيبيعوا اعضائه ويتاجروا فيها. طب نيجي ده الاستراتيجية والنظام، نيجي العقيدة: الولاء التام والثناء للزعيم. مين هو الزعيم؟
اللي هو سي جين بينك. ده كان سكرتير الحزب الشيوعي سنة 2012، انتخب رئيس في سنة 2013. واسمع اللي جاية دي، مدى الحياة، ودي كارثة أخرى دي يبقى فيه رئيس مدى الحياة، وهو في نفس الوقت قائد الجيش، قائد الأمن العام، قائد المالية أو يعني ماسك المالية وماسك الخارجية، يعني باختصار ماسك كل حاجة. دي طبعا تديك فكرة عن اللي هنقوله. نيجي بقى لمدينة ووهان. مدينة ووهان دي في مقاطعة اسمها هوبي. مدينة ووهان دي 11 مليون، وهي في ترتيب المدن الصينية رقم 9، ويوجد فيها يوجد معملان. المعمل الأكبر هو معمل أو مختبر السلامة الوطنية، وده ما يهمناش دلوقتي، احنا يهمنا معمل ووهان للفيروسات. هذا المعمل تم إنشاؤه أو بدأ إنشاؤه في سنة 2003 واكتمل في 2015 بالتعاون مع الحكومة الفرنسية. تكلف 44 مليون دولار دفعها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، وفي قسم خاص بالخفافيش. طب ليه عملوه؟ الغرب عملوا عشان خاطر يدرسوا انتشار الفيروسات بسبب العادات الصحية القبيحة في الصين، اللي من ضمنها زي ما كلنا عارفين انهم بياكلوا خفافيش وبياكلوا جراد وبياكلوا تعابين، واي شيء يدب على سطح هذه الكرة بياكلوه، فده بيؤدي الى انتشار الفيروسات. ده مش كده وبس، عشان يدرسوا كمان تحور الفيروسات وانتشار الأوبئة، وده اللي حصل. في سنة 2018 راح علماء يعني ذهب علماء امريكيون زاروا المعمل ده، فلاحظوا تدني معايير السلامة والأمان خاصة في قسم الخفافيش، وادوها جريد 2 بينما هي مفروض على الأقل تبقى جريد 4. دي كانت فكرة قبل ما نبتدي عن النقاط الثلاثة اللي هنتكلم عليهم. نبتدي بقى للخداع الصيني للعالم، وهنا أنا بقول إن الخداع هو خداع الحقيقة، يعني 7 أنواع من الخداع حصلت، خداع سباعي يعني. تدي الخداع الأول كان يختص ببيشنت زيرو اللي هو أول مريض حصل له. ده مهم في كل وباء إن احنا نعرف مين أول مريض بدأ فيه الوباء عشان نعرف نبتدي المنشأ يعني ونحاول نتلاشاه مستقبلا. فكذبوا علينا 3 كذبات، قالوا إن الوباء بدأ في يوم 8 ديسمبر، أدي أول كذبة، في راجل عنده ألزايمر، تاني كذبة، وإنه بسبب الخفافيش الموجودة في سوق المأكولات البحرية في ووهان. الحقيقة مش كده خالص، الوباء ابتدى في 17 نوفمبر مش 8 ديسمبر، في متدربة انترن بتشتغل في المعمل في قسم الخفافيش، والخفاش ده أساسا كان في جوه المعمل، لأن اكتشفنا إن في الوقت ده ما كانش فيه خفافيش خالص خالص في سوق المأكولات البحرية. طب انت هتقولي جايب المعلومات دي منين؟ من الديلي ميل، ده جريدة انجليزية خدتها نقلا عن المخابرات البريطانية، ومن السي اي اي اللي هي المخابرات الامريكية قالت هذه المعلومات وقالت انها على درجة كبيرة من الثقة. ده كان الخداع الاول في بيشنت زيرو، في اول مريض. طيب الخداع الثاني من السبعة اللي هنقولهم كان بيخص الطبيب اللي اكتشف الفيروس. الطبيب ده اسمه لي وون كيانج، وده كان طبيب عيون بيشتغل في المستشفى العام بتاع ووهان، وحاول ينبه زملائه ان فيه فيروس مميت بينتقل من شخص الى اخر. وبعدين الراجل اتصرف كويس قوي، ده كان في اوائل ديسمبر، اتصل بالسلطات المحلية لا مجيب، السلطات المركزية لا مجيب، فاضطر في 30 ديسمبر يحط الكلام ده على السوشيال ميديا عشان ينبه الناس. انتهى بايه بقى؟ وبعد ما قال لزملائه بعض من الصحفيين انه فوجئ بالشرطه جايه، مسكته هو 14 مجموعه من الاطباء مع الصحفيين وكتبوهم اقرار ان هم ما ينشروش هذا الكلام تاني خالص، ما يتكلموش فيه. طب تعال نشوف ايه اللي حصل. في 10 يناير هذا الطبيب توفاه الله، يقال انه بسبب
COVID-19 انه بالاصابه دي، والصحفيون اختفوا. دي تاني خداع. طاق الخداع الثالث كان بيخص ال WHO World Health Organization، منظمة الصحة العالمية. أول خبر ادوهالها في 31 ديسمبر سنة 2019 إن قالوا معلومة خاطئة 100% إن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وإن في 7 حالات بس دخل المستشفى ما بين يوم 26 ديسمبر و 29 ديسمبر. في 11 يناير سنة 2020 قالوا ده 41 حالة، وحالة واحدة بس هي اللي توفت، ولا خطر من وجود وباء عالمي. بينما كان في هذا الوقت الحقيقة بقى في آلاف وربما الملايين من المصابين. في 14 يناير تايوان أبلغت الـ WHO منظمة الصحة العالمية إنه ينتقل بين البشر. ولكن هنا في حاجة غريبة لازم أنبهكم ليها، إن رئيس المنظمة اسمه تدرس أدانوم، الراجل ده على فكرة يعني مش طبيب، ده من أثيوبيا، هو بتاع بكتيريا، اشتغل في الملاريا، أبحاث الملاريا، وكان وزير خارجية لأثيوبيا ثم وزير للصحة. ودي أول مرة تولى رئاسة منظمة الصحة العالمية أفريقي، دي حاجة تشرفنا، ولكنه غير طبيب. تجاهل اللي قالته تايوان في 14 يناير بأنه ينتقل بين البشر، وأكد اللي قالته الصين أنه هو لا ينتقل ما بين البشر. السؤال دلوقتي، هل منظمة الصحة العالمية خدعت أم أهملت أم برئيسها تواطأت في هذا الوضع؟ ده اللي العالم هيكتشفه في التحقيقات اللي هتجرى لاحقا. نيجي الخداع الرابع، ده أكبر خداع بقى، ده خداع للعالم. إن سي جين بينك اتصل بيه، ده اللي هو رئيس الصين، اتصل بيه ترامب رئيس الولايات المتحدة، فأكد له إن إحنا مسيطرين تماما على المرض ولا يوجد أي خطر من وباء عالمي، وكان ده في بدايات يناير. وفي 13 يناير طلع مسؤول الطوارئ في وزارة الصحة الصينية على التلفاز وقال ان احتمال انتشار هذا الفيروس من بشر الى بشر ضعيف جدا. ده برغم ايه؟ ان تايوان في 14 يناير قلنا جت في اليوم التالي، يعني هو قال الكلام ده في 13 يناير، قالت الكلام ده مش صحيح لانه بينتقل من البشر للبشر. طب الحقيقة ان كلنا عارفينها ان هذا الفيروس معدي جدا وخارج السيطرة. وفي علماء بريطانيون راحوا لبوريس جونسون اللي هو رئيس الوزراء الإنجليزي وقالوا له على فكرة الإصابات، كم الإصابات اللي بتحكي عليها الصين 40 ضعف اللي بيقولوه. تعال شوف الأخطر، إن الصين منعت الانتقال من ووهان اللي هو مركز الوباء إلى كبريات المدن الصينية. طب حلو كويس، شوف اللي بعدها، وسمحت للملايين بالسفر إلى دول العالم، ناب منهم أكبر عدد الولايات المتحدة ثم دول الاتحاد الأوروبي، لأن فيها طبعا السياحة بتبقى مزدهرة زي في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا، عشان كده هم الدول الأكثر تضررا. والمعلومات دي حسب نيويورك تايمز وهي من أكبر صحيفة يمكن في العالم يومية، وكمان من صحيفة ليموند الفرنسية، دي جريدة مسائية فرنسية. نيويورك تايمز قالت طلع 7 مليون، أما ليموند الفرنسية قالت طلع 5 مليون، يعني منعوا الناس يروحوا كبريات المدن الصينية وسابوهم ينطلقوا إلى دول العالم. ناب الولايات المتحدة عشان كده فيها المشكلة الأكبر، 430,000 شخص، طبعا في أعداد كبيرة من المصابين نشروا هذا الوباء. ثم في 22 يناير الصين فرضت الحجر الصحي في ووهان تماما. السؤال دلوقتي، لماذا منعت الصين السفر إلى كبريات المدن الصينية؟ ثم السؤال الثاني، لماذا سمحت بالسفر لكل دول العالم وأهمها الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا اللي هي الاتحاد الأوروبي؟ ثم لماذا تأخرت في الإعلان عن الوباء لدرجة أن يوجد 13 عالم فيروسات
من كل أنحاء العالم فيهم صينيين، قالوا لو إن الصين نبهت العالم مبكرا لهذا الوباء لأمكن تقليص عدد المصابين، واسمع الرقم فضلك افتح ودنك معاه، ل5% بس. يعني ما كناش نبقى في هذه الصورة من الإغلاق التام للكرة الأرضية. ده الخداع الرابع وهو الأهم خداع العالم. تقل الخداع الخامس، احنا قلنا عندنا 7، إن الصين خدعت الصينيين نفسهم. إزاي؟ تعال نشوف. لحد النهاردة الخداع قائم، لسه الصبح براجع النهاردة بنقول 27 أبريل، فالوضع كالآتي. الصين بتقول إن عدد الإصابات عندها حد النهاردة الصبح 82,830، خلاص، وقلتلك مصابين جداد دول يحصلوا في شارع عندنا هنا في كندا، وعدد اللي هم اللي يعني توفاهم الله 4,633. وبكده تبقى الصين اللي هي أكبر دولة في العالم، اللي هي 1,400,000,000، رقم 10 في ترتيب الدول اللي هم مصابة، مع ان هي بدأ عندها الحكاية دي. مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية الإصابات قاربت 1,000,000، خلاص، وفي إصابة 162 حالة مش 3 حالات، وتوفي إلى رحمة الله أكثر من 55,000، والولايات المتحدة هي رقم 1. وطبعا زي ما قلت يوجد احتمالان، طبعا الاحتمال الأكبر من الصين بتقول لنا أرقام لا علاقة لها بالواقع. الاحتمال الثاني اللي ممكن واحد يحطه يقول يمكن لقوا علاج، يمكن لقوا لقاح، ما هم تحكموا. طب تعال نسأل روحنا، هو العلاج واللقاح ده بياخده فرد واحد ولا عشان يبقى مثمر لازم ياخده الملايين؟ طب هل يمكن يكون الملايين بياخدوا علاج أو مصل ومحدش داريان؟ يعني ده أنا قلت السر اللي خرج عن اثنين ما بقى السر، فده كلام. غالبا الأرقام دي مش مظبوطة. نيجي الخداع السادس، وهو خداع مراكز البحث العلمي والجامعات العلمية في العالم كله. إزاي؟ إن السلطة المركزية تواصلت مع مراكز البحث العلمي والجامعات الصينية وقالت لهم، ما هي دولة شمولية، يقولوا إيه بالضبط للجامعات الأخرى ما قالوش إيه، فحجب بعض المعلومات، وفي البعض الآخر زيفت المعلومات، وبالتالي التعاون الدولي بقى قليل جدا، وده طبعا بيبطئ في مسيرة الوصول لحل لهذه المشكلة. ده كان الخداع السادس. الخداع السابع بقى، ودي حاجة يعني الحقيقة تدعو للضحك، ويعني أشاعة الصين إنها أنقذت العالم من وباء عالمي، وأشاعة حاجة تاني إن نجحت الشيوعية فيما أخفقت فيه الديمقراطية، وهي الديمقراطية مش عارفة تحتوي الفيروس بينما الصين احتوته. وروج لذلك سفراء الصين، منهم السفير بتاع الصين في فرنسا اللي تم استدعائه عشان يسألوه في هذا الكلام، وخرج ماكرون اللي هو رئيس جمهورية فرنسا وقال طبعا الكلام ده كلكم عارفينه مش صحيح. الديمقراطية تعني الشفافية وإعلان الحقائق، بينما الشمولية الشيوعية تعني الضبابية وتزييف الحقائق. وانت هتقولي طب رأيك الشخصي ايه بين الديمقراطية والشيوعية؟ لا، ده أقول لك حاجة بسيطة جدا من الواقع. تعال نقارن بين كوريا الجنوبية اللي هي ديمقراطية لأنها في ركب الولايات المتحدة الأمريكية، وبين كوريا الشمالية اللي هي شيوعية، حتى افتكرها الشين مع الشين، الشمالية الشيوعية لأنها في ركب الصين وروسيا. والقصة أن في نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كوريا مستعمرة يابانية، فلما انهزمت اليابان تم تقسيم كوريا إلى كوريا الجنوبية، خدتها الولايات المتحدة وبترسي فيها قواعد الديمقراطية، ونحن نعلم الآن فين كوريا الجنوبية من أول التلفزيون بتاعتها والتليفونات سامسونج اللي هي الحاجات الرائعة. وطبعا مش هنتكلم العربيات بقى، هينداي وكيا والحاجات الجميلة دي. وتعال نشوف فين كوريا الشمالية. أنا أقول لك حاجة بس عن كوريا الشمالية. كوريا الشمالية تعاقب عليها الجد فائل ابن فائل حفيد اللي هو 37 سنة، وأعتقد أنه دلوقتي في حالة خطرة حسب ما بنسمع. تصور بينما ما فيش مجاعات في العالم كله غير في أوسط أفريقيا، فإن في كوريا الشمالية حصل مجاعة ابتدت في سنة 1995 لمدة 3 سنين وقضت على من ربع إلى نص مليون. ده مش كده وبس، الكهرباء مش متاحة لكل الناس، التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي غير متاح،
راجل اللي هو وزير الدفاع نام في اثناء خطبه الحفيد ده اللي هو بيحكم دلوقتي، غمض عينيه 5 6 ثواني، حطوه في 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 في, في حقل يعني، وضربوه بصاروخ. تصور. وبعدين الراجل مسك جوز عمته ومجموعه من الناس كان يشك في ولائهم، حطهم عرايا وهيج عليهم الكلاب كلتهم موتتهم. شق اخوه الغير اخوه غير الشقيق، غير الشقيق، مع ان الراجل لم ينازعه في اي حاجه، موتوه. ادي الشموليه الشيوعيه في كوريا الشماليه مقارنه بكوريا الجنوبيه. الحقيقة أن الصين هي السبب في ظهور الفيروس نمرة واحد، في تفشي الوباء نمرة اثنين، في عدم العمل على إيقافه برفض التعاون الدولي نمرة ثلاثة، وتستمر الصين في الخداع والتضليل. وإذا قدر الله بإذن الله فإن نصل إلى مصل، وهنصل بإذن الله، فأتصور ده في الأغلب إن لم يكن من المؤكد سيكون من أحد الدول الديمقراطية، لأن زي ما قلت لكم في سباق دلوقتي في كندا، بس حطوا في كندا بليون دولار للوصول الى مصر، وزي ما قلت ان دلوقتي واصلين 71 مصر، 5 فيهم في المرحله الكلينيكيه، واحد بتاع اوكسفورد اللي هو ابتدى في الخميس الماضي تجربته على البشر، والنتائج مبشره، وربنا يزيل هذه الغمه باذن الله. ننتقل للنقطه الثانيه وهي موقف العالم من الصين. اولا العالم قرر الأول مواجهة الوباء العالمي اللي قلنا عشان نتخلص منه هياخد من سنة. أنا عارف إن هذه حاجة يعني محبطة، لأن إحنا بعد شهرين من هذا العزل بدائين جدا، لكن هو ياخد من سنة لثلاث سنين لو سبناها قلنا للمناعة القطيع وإلى الانتخاب الطبيعي. فالعالم دلوقتي ما بيفكرش غير إنه يخلص من هذا الوباء. نمرة اتنين هيفكروا في محاسبة المسؤول اللي هو مين؟ اللي هو الصين، وطبعا المنظمة الصحة العالمية برئيسها اللي هو تدرس أدانوم. خلاص لازم نشوف انتوا ليه ما بلغتوش العالم؟ هل ده إهمال؟ هل ده تواطؤ؟ هل ده تجاهل؟ لازم نعرف القصة دي. وعلى فكرة الصين مش بس ملومة في الوباء ده، فوق البيع اعتبرها هوامش. الصين بتسرق التكنولوجي، ودي حاجة مش لطيفة. الصين بتحاول تخفض سعر العملة بتاعتها، دي حاجة كويسة بس يعني نوع من أنواع المضاربة بيسموها الغير كريمة في غير الكريمة في التجارة. على أي، تعال نشوف أهمية الصين. عشان تعرف أهمية أول دولة لازم تعرف الجي دي بي بتاعها اللي هو الجروس دوميستيك برودكتس اللي هو الناتج العام المحلي. طبعا أكبر دولة عندها ناتج عام محلي هي الولايات المتحدة الأمريكية، بتكلم بالتريليون، بالتريليون مش بالبليون، بالتريليون، 20.5 تريليون الولايات المتحدة دولار، يليها الصين طبعا 13.4 تريليون، بعديهم بمسافة يجي اليابان 5 تريليون، يجي ألمانيا الغربية 4 تريليون، بعد كده يجي إنجلترا وفرنسا والهند أقل من 3 تريليون. يبقى الصين هي رقم 2، بس طبعا ما تقدرش تاخد الرقم تقول إن الولايات المتحدة أكتر منها يعني مرة ونص، لأن طبعا انت الولايات المتحدة تعداد البشر عندها 340 مليون، انما في الصين 1.4 مليار. يعني زي ما بقول اثنين بياخدوا نفس المرتب، بس واحد عنده 3 ولاد والتاني عنده 14 ولد. في فرق، مع ان نفس المرتب هيبقى مستوى المعيشة مختلف. طب انقسم العالم الى مجموعتين، مين هيحاسب الصين؟ هو مجموعة الجي 7، الجريت 7، السبع دول الأكثر، لأن دول اقتصادهم يمثل في فقر المعلومات العامة 61% من اقتصاد العالم. واحد سألني مين هم الجريت 7 عندنا دلوقتي؟ الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، أدي السبعة، ومعاهم أستراليا. ده وزير خارجية بريطانيا قال إن على الصين في أسئلة صعبة لازم الصين تحاول الإجابة عنها، إيه؟ تجاوبنا عليها، تدينا إجابات على هذه الأسئلة، محتاجين إحنا هذه الإجابات. فدول اللي بيحاولوا يحاسبوها. طب مين لا يحاسب الصين؟ بقية العالم ممثلة في مين؟ في روسيا، والعالم الثالث معهم ما بيحاسبوش، ما لهمش دعوة بالقصة، ومتفاهمين لأنهم معتمدين على الصين. الصين طبعا بتحاول بتغزو الأسواق وبتدي حاجات رخيصة وكويسة، وإيفي لو أنت مش قادر تدفع بتشتري منك حاجات في بلدك، بتشاركك في حاجات، يعني استراتيجية. ده ما بنقولش فيها حاجة غلط،
حق الصين وحق أي بلد إنها تنمو بهذه الصورة. فالوقتي قلنا المجموعة اللي هي هتحاسب الصين يمكن حسب رأي اللي هم الخبراء قالوا تحاسبها بطريقة من ثلاثة. واحد، إنها تعمل مقاطعة للدول دي. اثنين، إنها تعمل تجمد الأرصدة بتاعت الصين. ثلاثة، عقوبات مالية، الناس ترفع قضايا، اللي ماتوا اللي أصابوا اللي أضاروا يرفعوا قضايا. طب أما المجموعة الثانية مفيش حاجة. طب هتقول لي رأيك الشخصي إيه؟ لا هيحدث لهذا ولا ذاك، لأن الصين أقوى من إن حد يملك محاسبتها. ودلوقتي هي مصنع العالم. أنت زي ما بقولت، بص في بيتك هتلاقي معظم الأشياء made in China. فلا ده هيحدث ولا ده هيحدث. أمال إيه اللي هيحدث؟ هقول لك أنا رأيي الخاص. هيحدث شيء من التباعد في الاعتماد على الصين. يعني العالم كان معتمد تماما على الصين، دلوقتي هيحصل شيء من التباعد. هتبتدي الدول الكبرى تعتمد على روحها في إنتاج الأشياء، وده اللي بيقولوه تملي، وتنقل بعض المصانع بتاعتها لدول أخرى زي الهند، زي المكسيك، زي دول أمريكا الجنوبية. إنما معاقبة للصين لا أتصور ده هيحدث. لا شيء برضو لا أتصور ده هيحدث. حاجة كده يعني إيه، زي ما نقول عتاب، يعني عتاب، نوع من أنواع العتاب. طيب نيجي بقى للنقطة الثالثة والأخيرة، وهي ما هو موقف دول العالم الثالث دلوقتي؟ موقفها إيه في الحكاية دي؟ طبعا موقفها أصعب بكثير جدا من دول العالم الأول، لأن طبعا الإيرادات بتاعتها محدودة. يعني هاخد مثال، المثال هاخده هنا، مصرنا العزيزة. كل الإيرادات الخارجية دلوقتي قلت، السياحة والطيران تقريبا مفيش. سياحة وطيران إيه؟ مفيش في العالم كله، مش بس في مصر. اثنين، إيرادات قناة السويس انخفضت 100%. الاستثمارات اللي جاية من الخارج، العالم كله في حالة يعني داخل على إفلاس. والراجل الخبير اقتصادي في كندا هنا قال لو الموضوع ده اللي احنا فيه استمر أكتر من 3 شهور، الإمباكت التأثير بتاعه هيبقى غير مرتجع، يعني صعب إن احنا نرجعه تاني، ومحدش عارف هتنتهي إمتى. فطبعا استثمارات أجنبية. نمرة 4، إنه المعونات، مين هيدي معونات؟ ده كل دولة دلوقتي محتاجة فلوس. طب واحد يقول لي طب أنت قلت المشكلة في دول العالم الثالث وفي مصرنا على وجه التحديد، طب إيه الحل؟ الحل سهل، أنا مش هقول مشكلة بدون حل. نحن نعتمد على الإيرادات المحلية، بمعنى إن زي ما كل دول العالم بتفكر، نفكر تاني نرجع عجلة الإنتاج والاقتصاد والمصانع تفتح، والحاجات الأكثر أهمية ونبقي مغلقين الحاجات الأقل أهمية زي الجامعات وزي المدارس، ممكن التواصل عن بعد، وفي نفس الوقت نطبق كل القواعد الصحية، لأن طبعا يعني قيمة حياة البشر هي أسمى قيمة إن احنا نحافظ عليه، ومش عشان الاقتصاد لا نهتم بحياة الناس. نحاول نعمل مواكبة، موازنة، نرجع عجلة الإنتاج وفي نفس الوقت بنحافظ على الناس. طب ومصدر أي دولة هو الضرائب. مش هنقول هيزودوا الضرائب، أنا حاسس بإيه اللي ممكن يحصل. في إحنا عندنا ضرائب عقارية، ما اتكلمش على دي، بتكلم دلوقتي على ضرائب التصرفات العقارية اللي هي من أكبر مصادر الدخل في دول العالم الأول. لأن طبعا واحد بيبيع شقة، بيبيع عمارة، بيبيع أرض، بيبيعها بملايين، فين حق الدولة في ده؟ مفروض الأغنياء اللي يمتلكوا ده يدفعوا الضرائب للدولة عشان تساعد فيها الفقراء. أنا حاسس إن الدولة بتفكر بيها. هتقول لي حاسسها إزاي؟ إن أنا وصل إلى مسامعي إنه في البنوك دلوقتي ممنوع إنك تسحب غير مبلغ معين أو تحط مبلغ معين، مفيش حاجة اسمها إنك تدخل بشنط فيها ملايين وتروح حاطط فلوس. عارف ده ليه بيتعمل؟ لأنه موجود عندنا هنا، عشان مفيش أي إجراء بمبالغ ضخمة يتم خارج أنظار الدولة. لأن أنت تقدر تحول من البنك، من المشتري، من البائع إلى المشتري. فيبقى الدولة في صورة البنوك حاطة ان الشقة دي، العقار ده، الارض دي اتباعت بهذا الكم، لانك ما تقدرش تاخدهم في شنطة وتدخل بيهم على البنك، ما فيش كلام دلوقتي خلاص، ولا يحدث في اي حتة في الدنيا. وحق الدولة انها تاخد ضريبة عادلة على الكسب، تشاركك في الكسب ده اللي انت كسبته الضخم، ومش تشاركك عشان هتاخده الروح عشان تساعد الناس الفقراء اللي هي بتحاول تمد ايدها ليهم. وعلى فكرة هذه ظاهرة صحية، مش بس هتؤدي إلى أن احنا نعبر المحنة دي بسبب الوباء، واللي قلت أنها هي تدني الإيرادات الخارجية فلابد أن نعتمد على الإيرادات الداخلية، ولكنها ظاهرة صحية أيضا في اعتدال أسعار العقارات والأرض في مصرنا العزيزة بعد أن وصلت إلى أرقام فلكية. لما كل حاجة تبقى تحت نظر الدولة وتدفع عليها ضرائب وحاجات من هذا القبيل، تبقى الأسعار تهدى، فيبقى في متناول الشباب وفي متناول الجميع أنه يتملك شيء. وفي النهاية
بأسأل الجميع أن نداوم الدعاء لأفراد الجيش الأبيض من الممرضين والممرضات والأطباء، والذي يتساقط منهم كثير شهداء في سبيل أنهم يحمونا جميعا. وأسأل الله للجميع دوام الصحة وذوال الغمة، وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أشكركم شكرا جزيلا. شكرا.